আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বাদ। ইয়াকুলুল ইমামুল বুস্তিয়্যু রাহিমাহুল্লাহ وهو يهدي إلينا نصائح غالية وتوجيهات ثمينة رشيدة، يقول: ولا يغرنك حظ جره خرق، ولا يغرنك حظ جره خرق، فالخرق هدم ورفق المرء بنيان. الخرق والخرق كلاهما صحيح كالحمق والحمق في مثل ذلك، خرق يخرق خرقا، وهو ضد الرفق. الرفق السهولة واللين واللباقة والكياسة، والخرق والخرق الشدة والغلظة والحماقة وسوء المعاملة في كل أمر. والوصف منه أخرق، والأخرق هو الذي لا يعرف أي عمل، لا يحسن القيام بأي عمل، هو الأخرق. فقال الإمام البستي رحمه الله: عليك أيها السعيد بالرفق، واجتنب الخرق، في لا تستعمل الشدة والغلظة والعنف والحماقة في أي شأن من شؤونك، ولا يغرنك في ذلك حظ جره خرق. إن رأيت أخرق حاز حظا أو فاز في أمر ساعده الحظ وواتاه الغنى والمال أو أتاه النجاح في أي أمر، فلا تغتر بذلك ولا تظن أن الخرق هو الذي جر إلى هذا الرجل هذا الحظ، فإن هذا قد يكون في بعض الأحيان. فالخرق أيضا يأتي في بعض الأحيان ببعض المنافع الظاهرة، مثلا رأيت رجلا صاح صيحة شديدة فخاف الناس وأطاعوه، فيمكن أن يغتر أحد ويقول إن صيحته هو الذي جرت هذا الحظ وهذه الطاعة وهذه الهيبة. لا تغتر بذلك، لا تغتر بأي غنى أو بأي حظ أو بأي شرف جره خرق، أي أتى به وأدى إليه شدة الإنسان. إن رأيت ذلك في بادي نظرك، في بادئ الرأي،
فلا تغتر بذلك لأن الخرق هدم ورفق المرء بنيان لأن أصل الخرق هدم أن الخرق لا يبني بل يهدم يهدم الشرف يهدم الكرامة يهدم هيبتك يهدم شخصيتك يهدم عقلك يهدم علمك هذا من صفة الخرق أنه هدام مدمر لشخصية الإنسان ورفق المرء بنيان ورفقه ولينه وحسن خلقه وحسن فهمه ولباقته في أي شيء هذا بنيان يعني الرفق يبني الأشياء يبني الكرامة يبني العزة والفخارة يبني شخصية الإنسان فالرفق بناء والخرق هدام مدمر فاعرف ذلك ولا تغتر بما تراه من ظاهر النجاح حصل عليه الأخرق أحسن إذا كان إمكان ومقدرة أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إمكان موعظة غالية تقوم بالملايين بل لا تقوم بأي مال يقول أحسن أي اعمل عملا حسنا أحسن عملك أحسن إلى الناس فصلاة الرجل إحسان إحسان العمل والصدقة إحسان والبر إحسان وإصلاح ذات البين إحسان فإن قدرت وتمكنت من الخير فاعمل به إن سنحت لك فرصة وقدرت على العمل على عمل الخير وعلى القيام بالمعروف والإحسان إلى الناس فلا تفوت هذه الفرصة الغالية السانحة لأنه لن يدوم على الإحسان إمكان لأن هذه الفرص الغالية لا تدوم لا تدوم الإمكانيات للإنسان حتى يفعل الخير في كل وقت وفي كل ساعة إمكان يعني قدرة يعني لا يكون الإنسان قادرا في كل وقت على عمل الخير فلا تفوت فرصة الخير على نفسك ثم يقول فالروض يزدان بالأنوار فاغمة فالروض يزدان بالأنوار فاغمة والحر بالعدل والإحسان يزدان إن الروض والبستان والحديقة الغناء يزدان بالأنوار فاغمة يزدان يعني يتزين ويجمل ويحسن ويروق هذا من زينة من باب الافتعال أبدلت الداء أبدلت التاء بالدال كان أصله يزدان ثم صار يزدان فالروض يزدان أي الروض يجمل ويحسن
ويروق ويعجب بالأنوار. النور جمعه الأنوار، وهي الأزهار. الأزهار أول ما تظهر نور، فاغمة يعني متفتحة، فغم يفغم تفتح النور، فغم النور أي تفتح. فإذا تفتحت الأنوار وإذا ظهرت الأزهار في البستان كان ذلك زينة للبستان. الروض يتزين بالأنوار والأزهار المتفتحة الفائحة الرائحة، والحر بالعدل والإحسان يزدان. وأما الحر الرجل الكريم الشريف فإن زينته العدل والإحسان، أن يكون الإنسان عادلا في كل أمره، لا يترك العدل والنصفة ولو على نفسه ولو على والديه ولو على أقاربه. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إذا كان العدل يجر عليك ضررا فاعدل ولا تنظر إلى ضررك. فالحر بهذا العدل والإحسان، هذا فوق العدل، لأن العدل أن تعطي كل ذي حق حقه، والإحسان أن تغفر زلته وأن تعطيه فوق ما يستحقه. فالحر بالعدل والإحسان يجمل، هذا جمال الإنسان، أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة من العدل والإحسان والحياء والكرم والوقار. بعد ذلك يقول: صن حر وجهك لا تهتك غلالته، فكل حر لحر الوجه صوان. حر الوجه أي جميل الوجه، جمال الوجه. صن جمال وجهك، صن يعني احفظ، من صان يصون صيانة، احفظ جمال وجهك. والمراد بذلك ألا تذل نفسك بالسؤال أو بفعل المحرمات أو بالقيام بما تعاب وتلام عليه. صن شرفك وكرامتك وعزتك، فإن بالشر يبتذل الإنسان ماء وجهه، يبتذل الإنسان ويذل نفسه. فلذلك عليك بصيانة شرفك وكرامتك وحيائك ووقارك، فإنك بذلك تحفظ وجهك مكرما مشرفا، ولا تهتك غلالته. الغلالة الثوب الرقيق، أي لا تهتك، أي لا تشق، لا تشق ولا تخرق ثوب وجهك. فإنك إذا خرقت هذا الثوب، ثوب الحياء الذي فوق وجهك، فإن وجهك يظهر ذليلا أمام الناس. معنى ذلك لا تكن وقحا قليل الغيرة والحياء، تسأل الناس أو تستعين بهم أو تفعل خلاف الغيرة والمروءة، لأن ذلك
مما لا يليق بالحر، فكل حر أي كل كريم لحر الوجه صفوان، كل إنسان شريف يصون ماء وجهه يحفظ عزة نفسه. صفوان مبالغة من صان يصون، صفوان أي كثير الحفظ لمروءته. فإن لقيت عدوا فالقه أبدا، فإن لقيت عدوك فالقه عبدا، والوجه بالبشر والإشراق غضان. هذا أكثر ما يقال للإحسان وحسن الخلق، يعني إذا لقيت أي رجل وإن كان عدوا لك فضلا عن صديقك فلا تغضب عليه ولا تلقه عابس الوجه، بل عليك أن تلقى عدوك إن لقيته بالبشر والفرح والسرور، ووجهك بسام متفتح، ونفسك فرحة مسرورة. غضان من غض، المراد بذلك يعني أن يكون الوجه جميلا. غض ضد يبس، لأن اليبس قبح، والرطوبة وماء الوجه الذي يظهر السرور والرونق الذي يظهر على وجهه هذا غض، وجهه غض. فوجهك غضان، غضان كفرحان، يمكن أن تقول غض. وجهك مفعم بالسرور والبشر والبهجة، لا يظهر العبوس على وجهك، وإن كان هذا المار في الطريق عدوا لك. بارك الله تعالى فيما أعطانا وعلمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.